حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. منكمل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بقيت حلقتنا النهارده من حياتك صح القسم الثاني. القسم الثاني زي ما قلنا في البدايه هو مخصص لحلاوه الملك مخصص للتغذيه والسمنه. بما اننا في موسم مبارك وعظيم وكبير هو المولد النبوي الشريف، كل عام وانتم بخير باللغه العربيه الفصحى. بنعيد عليكم اكيد وبنقول لكم يا رب يتعاد عليكم كل خير ويمن وبركات وكل حاجه حلوه تحصل لكم. دايما بنستنى احلى مناسبه في الدنيا هي مناسبه المولد النبوي الشريف والحصان والعروسة. مش عارف الحصان بطلوا يعملوه ولا راح فين، كان فيه حصان، أتمنى أن يكون لسه موجود. لكن علبة حلاوة المولد لسه موجودة، السمسمية موجودة والملبن موجود والحاجات اللطيفة دي اللي بنستناها من السنة للسنة. لو كلت سمسمية هنعرف فيها كم كالوريز، لو كلت ملبن هنعرف فيها زدنا كيلوهات. ده اللي هنعرفه من ضيفتنا النهاردة الدكتورة نهلة صلاح سيد، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، الاثنين مع بعض أو عكس بعض، والتجميل الغير جراحي. برحب بحضرتك يا دكتورة. أهلا بيكي. إزاي حضرتك؟ كل سنة حضرتك طيبة. وأنت طيبة. يعني خلينا نتكلم على طبعا زيادة الوزن، لأننا أكلنا شوية حلويات وهي السمسمية والحمصية والملبن والحاجات اللطيفة دي، فسعرات حرارية عالية ولا مش شرط عشان هي كلها ناتس ومكسرات وهي دي حاجات طبيعية؟ هو طبعا احنا خلينا ناخد بقى الجزء الإيجابي. هو طبعا احنا كل السيزونز عندنا بيبقى ليها علاقة بالأكل شوية، يعني أي مناسبة كلهم شوية ده أكيد. فدي بقى أنا عايزة أعتبرها داخلة إن لو أي حد مثلا استنى مناسبة معينة عشان يبتدي يعمل لايف ستايل، ومش شرط لايف ستايل يخس، لا لايف ستايل إن هو يبقى حياته عامة أحسن، لأن ممكن يكون حد مش لازم يكون بيخس ولا بيتخن. ممكن في ناس بتبقى بتعمل تغذية مثلا علشان عندها سيلياك حساسية قمح، عندها يعني بتاخد أكل معين لأي حد، حتى لو حد حامل وبيعمل تغذية، حد بيرضع وبيعمل تغذية، فمفروض ما يستناش بقى سيزون معين، عشان كل سيزون هتخش علينا ورا بعض. هيجي العيد في كحك، اللي بعديه فتة، يعني مش هنخلص. تمام. بس علبة حلاوة المولد بيبقى ليها فرحة عامة لينا طبعا في البيت كده جميلة. فاحنا عايزين نتكلم بقى ايه عن الجانب الإيجابي بتاعها. تمام. كل حد فينا بيكون في دي حاجة معينة بيحبها قوي منها. في ناس بتحب نوع معين من المكسرات بتاعتها، ناس بتحب نوع معين من السويتس. دلوقتي في محلات كتير قوي بدأت تعملها بطريقة صحية. ازاي؟ تمام. بدل ما بتستخدم السكر بتستخدم عسل، وبقى كتير، يعني مش حتى حاجات عالية، لا الحاجات العادية اللي احنا بنشتري منها كلنا. وفي ناس كمان اللي بتتبع حميات معينة زي الكيتو بيعملوا لهم برضو نوع معين منها. فطب احنا هنقول برضو مش هشتري علبة مخصوص ليا، انا هاخد مع الناس. فاحنا ممكن بقى ناخد ايه، ناخد النوع اللي فيه مكسرات، النوع اللي انا بحبه، واخد منه بقى طبعا قطع صغيرة ادوق مش اكل. يعني انا مثلا هعتبرها ان هي من ضمن الوجبة. هعتبر هي المكسرات مثلا، بلاش اخد الدهون الصحية بتاعتي في اليوم ده واعتمد عليها. يا ممكن اشيل وجبة واحط مكانها الفولية لا مش بس بصي احنا ضد بقى ايه، لوحدها كده تبقى وجبة لوحدها. مفيش حاجة اسمها ان حد ياخد ايتم معين من الاكل على طول. انا بتكلم في النهارده او بكره، يعني يوم مش في السيزون ممكن حد ياكل مثلا بروتين، علشان طبعا هو لازم يحافظ على الكتله العضليه بتاعته، وياخد قطعه من حلاوه المولد، بس يشرب ميه كويس جدا. ليه بقى؟ علشان يخفف من السكر شويه في الجسم من اللي دخل. ونحاول بقى في اليوم ده ننزل نتمشى شويه، نعمل رياضه، لكن طبعا بلاش بقى ايه ان انا بلاش خالص واجنس، لا بلاش حد ينكد على نفسه ولا على البيت. ناخد بقى قطع صغيره كده، لكن طبعا ان احنا نقعد نقول بقى السعرات بتاعتها ده كلام اكتئاب خالص، مش عايزه اقول لك. يعني مثلا قطعه، يعني القطعه صغيره قد صباعين كده، مش هتعمل حاجه قوي مع الحركه وشرب الميه كويس خالص. طيب هي سعراتها عاليه زي ما حضرتك تفضلتي، هل ده بيسبب سمنه يعني عامه للجسم ولا سمنه موضوعيه في اماكن معينه؟ بصي بقى دي على طول عندي في العياده. تمام. بيجوا يقولوا لي هو انا لو كلت موز رجلي اللي هتتخن، وانا سمعت ان انا لو حطيت زبادي بالليمون بطني. ايوه 12 قوي وصفه الزبادي بالليمون للبطن، تلاقي بطنك فلات بقى ومش هيطلع إيه لك مظبوط ولا ايه؟ طبعا ده يعني كلام خرافه. مفيش حاجه اسمها سوبر فود، يعني مفيش حاجه كلها تنزل تستهدف رجلي علشان تحرقها.
او حاجه اكلها تستهدف بطني علشان تحرق. طب ليه حصل كده؟ يعني ليه تداولت؟ ما هو اكيد طالما هي تداولت يبقى حد عملها ونجحت. ليه بقى حصل؟ حد مثلا كان بيتعشى فاست فود تمام، او بنتعشى سويت. تخيلي مثلا انت بدلتي ده بزبادي دايت وحطيتي عليه ليمون، ايه فكره الليمون؟ ان فيتامين سي اللي في الليمون ده حسن امتصاص الكالسيوم على اي حاجه، مش على الزبادي، على الحليب، على السمك، على اي حاجه تحتوي على الكالسيوم. فطبعا لقى ان الوجبه بتاعته قلت النص او قلت الربع، فلقى ان بطنه بقت اهدى. طبعا مش البطن بالذات، الجسم كله برضو نزل، لكن ما فيش اكله معينه اكلها عشان تنزلي منطقه معينه. في دايت اعمله ينزل جسمي كله، طبعا دايت سليم، ودايت قبليه تحاليل. ما ينفعش طبعا ان حد بقى يعني الاقيه خس اقول له انت خسيت جدا. كلنا انت عندنا هاجس إيه؟ الوزن المثالي، يعني كلنا ايه هو الوزن المثالي؟ في حاجه اسمها كده؟ ما هو زمان بقى اكيد طبعا كلنا كنا بنسمع اي حد بيتفرج، انت طولك 160 سنتي لازم يبقى وزنك 60 كيلو. طبعا الكلام ده لقوه غلط خالص. ليه بقى؟ لان احنا اكتشفنا بعد كده ان ممكن يبقى حد اوفر ويت وهيلسي. ازاي؟ بحاجه اسمها الماسلز. فجت طفره بقى كده، قالوا لا احنا دلوقتي بنستخدم حاجات بودي اناليسيس بكل الجيم طبعا، وانت ماشيه كمان في المول بنلاقي حاجه اسمها ان بودي. ايه الان بودي ده؟ الجهاز بتقفي عليه بيبين مكونات الجسم بتاعتك، دهون قد ايه، عضلات قد ايه، ميه قد ايه، بروتين، مينرالز، وكمان بيبينها لك سيجمنتال، يعني بيوريكي انت عندك الاوبستي اكتر حته فين. لا في بطني، في رجلي. ليه؟ عشان اقدر اتابعها تمام. لان انا ممكن اكون بعمل دايت، ناس كتير جدا ممكن هقولك، مش انت ممكن تشوفي ناس كتير جدا مليانه تقولك انا ما فينيش الا بطن. صح. هي شايفه نفسها ان ايه، ان بطنها لو نزلت هي كده هتكون ايديال ويت. جميل. فانت رايحه عشان عندك هدف ان ممكن انا وزني المثالي، انا ممكن اقول لك انت ليه رفيعه كده، بس انت بالنسبه لك انت وزنك ده وزن مريحك في الحركه، في ستايل اللبس اللي انت بتحبيه، بغض النظر ده كان زياده او قليل. بس كل واحد فينا بيبقى ليه شكل عاجبه. ممكن يبقى عندي دفوف رجلي، هو ده اللي عامل لي المشكله، ده اللي جايبني عند الدكتور. ممكن بقى لما رجليها على فكره تخس تبتدي بقى التطلع يزيد اكتر. ازاي؟ خلاص بقى هي لما رجليها خست ابتدت تطمح في الايه، في الاعلى، ان الشيب يبقى مظبوط اكتر. لا هنزل بطني اكتر، لا حركتي اكتر. وده في مشكله، في مشكله في حاجه في ايه بالذات؟ ان انا يعني كل شويه اطمح ان انا لا بالعكس حاجه بالعكس. هو المفروض ان في الاول، هو لما انت بتحصلي على النتيجه الاولانيه بتشجع اكتر، بتتشجعي. هو التشجيع الموتيفيشن هو اللي بيخلي اي حد فينا يكمل في الدايت او بيكمل في اي حاجه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا رايحه عند الدكتور عشان اخس تمام، لو انا اول اسبوع ما لقيتش نتيجه مرضيه طبيعي اي حد مش هيكمل، ممكن يحبط شويه. كله هيحبط، مفيش حد مش هيحبط. احنا يعني الطبيعه بتاعتنا ماشيه على الموتيفيشن وعلى التشجيع. فعلشان كده مفروض ان في اول، حتى لما بيجي البيشنت عندي في العياده بنقول له هو انت يعني انت بتخس ليه اول حاجه. في ناس ممكن تكون بتخس حالة صحية، يعني انا الدكتور مثلا بتاع القلب بعتني، دكتور بتاع العظام طبعا بقى اوفر ويت وعضمي واجعني جدا، فده جاي خلاص موجه من دكتور وهو غصب عنه يعني عايز يخس. تمام. مش بارادته، مش هو حاجة شيء مش حبه هو شخصيا. وممكن يبقى جاي هو حابب كده شخصيا عشان يبقى يلبس مثلا شكله حلو في اللبس او برضو دوت. ده ما بيبقاش هدف طويل، خدي بالك. يعني لو حد جاي عنده ايفنت وهو هدفه ان هو انا عندي دريس عايزه البسه او في حاجه مناسبه، فرحة جاي، خطوبتي كمان شهر حاجه كده، انا عايزه اخس عشان خطوبه او عشان الفرح وخلاص. بس عايزه اقول لك على حاجه بقى، الموتيفيشن او الدافع اللي انت قلتي عليه ده يخلي اي حد يكمل حتى بعد الايفنت بتاعه. لان انا خلاص المناسبه اللي هو مستنيه، المناسبه اللي انا مستنيه. وممكن يكون هو فاكر، يعني هو ممكن نرجع بقى للسؤال اللي انا بعدت عنه شويه، الوزن المثالي، ان هو ممكن يكون فاكر ان وزنه المثالي ان هو لو مثلا بطنه نزلت هو هيبقى كويس. بس لما خس وخلاص الخطوه الاولى اتخذت، الدافع الاول اتاخد، هو خلاص كده بقى قادر ان هو يكمل للستاب اللي بعد كده.
هنكمل كلامنا اكيد مع الدكتوره نهله بعد الفاصل. بعتوا لنا اسئلتكم بخصوص التغذيه، النحافه، السمنه، الحرق، اخس قد ايه، الوزن المثالي ايه، تفاصيل كتيره جدا. بعتوا شاركوا على الواتساب 0155951006. حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حياتك صح على نجوم اف ام. نكمل لسه مع الدكتوره نهله صلاح سيد ونتكلم عن السمنه والنحافه والتجميل الغير الجراحي. التجميل الجراحي دكتوره اللي هو عمليات بقى اللي هي الشفط والشد والحاجات دي كلها، لكن ما معنى التجميل الغير الجراحي؟ التجميل الغير جراحي بقى دلوقتي هي الأجهزة الغير جراحية. احنا بقالنا فترة بقى كده خلاص ممكن في ناس كتير جدا بتخاف من العمليات، لان طبعا اكيد يعني طالما ما فيش ما يدعو ان انا ادخل عملية هي مش حاجة محبذة لأي حد. ففي عندنا بقى أجهزة موضعية لأي حد عنده مكان معين مضايقه وبقيت جسمه زي ما احنا متفقين شايفينه مثالي، يعني تماما وزني كويس بس انا شايفة ان انا محتاجة انزل شوية من رجلي، انزل شوية من بطني، يبقى انا كده محتاجة حاجة تكون فوكست على نوع الدهون دي وتبتدي تنزلها من غير جراحة. يعني ايه من غير جراحة؟ يعني من غير اوضة عمليات ومن غير يعني اي، هي جلسة بتكون مدتها طبعا حسب الحالة اللي عندي، لان طبعا يعني لو حد 100 كيلو مش هيبقى زي حد 80 كيلو، مش زي حد 60 كيلو. مدة الجلسة يعني بتفرق من شخص لشخص. نوع الضبط المعين بتاع الجهاز بيختلف، يعني قوة الجهاز نفسه بنظبطها بناء على نوع الدهون دي. كل الكلام ده بيبقى طبعا بهيستوري انا واخداه الاول. اول ما بيجي بقى احنا طبعا بنطلب تحاليل. ليه بقى؟ لان دايما مش كل حد ممكن يكون بيشتكي من حاجة معينة. يعني انا ممكن اكون بسأل المريض بتاعي انت في حاجة معينة بتشتكي منها؟ لا مفيش. ممكن يكون هو انامك وما يعرفش عنده انيميا، عنده راس حديد، ممكن يكون عنده انيميا وما يعرفش. ممكن يكون عنده مشكلة في المعدة وما يعرفش. طب ده هيفرق في جهاز موضعي بيتحط على مكان معين عنده انيميا؟ هو يفرق معاه بقى في ايه؟ يفرق معاه ان هو لو بيعمل نظام غذائي مع الجهاز. لان هو عامه لازم اي حد يعرف ان هو انا ايه اللي وصلني للوزن دوت. اكيد اللايف ستايل بتاعي مش كويس، فاحنا دلوقتي بنبتدي ان احنا نظبط اللايف ستايل. طب ازاي هو عنده انيميا ومش حاسس؟ ما هو لو عنده انيميا مش هي ليها اعراض؟ مفروض مثلا يحس ان هو مجهوده قليل، التركيز بتاعه مش قد كده، بيتعب بسرعة. بس ممكن يكون هو بيعوض ده بحاجة تانية. ازاي؟ ممكن يكون لما مثلا بيحس بالاعراض دي بياخد قطعة سكر او قطعة شوكولت او اي حاجة مسكرة، فدي بتديله انرجي بتغطي على، بس ده ايه، انرجي مؤقت جدا. عشان كده تلاقيه بعد شوية محتاج ياخد حاجة كمان، فده يزود له في الوزن اصلا مع الوقت. ده مع الوقت بقى طبعا هو تكرار. سايب الموضوع، فهو لما بيجي طب انت بتحسس ان فيه مشكلة عندك؟ هيقول لا. طب بس احنا لما بنيجي بقى نعمل التحليل، وطبعا احنا بنقول لازم التحليل لأي حد بيبتدي نظام اكل، لان احنا كمان بنبتدي نحط له الكلام دوت في نظام الاكل بتاعه اللي هو اوريدي بيخسسه. يعني خلاص لو طلع عنده انيميا بنبتدي نحط له حاجات فيها مصادر للانيميا مثلا كتير، سواء كان بيتخن او بيخس. لان مثلا ممكن انت تسمعي عن حد عنده انيميا يقول له كل عسل اسود، طب ده جميل جدا لحد بيتخن او بيزود وزنه. طب لو حد بيخس مش هينفع اقول له خد عسل اسود. تمام. فانا بحدد له المصادر. حاجة تانية، ممكن يكون حد بيشتكي من سوء هضم او مشاكل في المعدة بتاعته، ودي بتيجي كتير جدا في العيادة. لغاية دلوقتي في ناس عندها حساسية قمح وما كانتش تعرف. بتبان ازاي بقى؟ بتبان ازاي حساسية القمح؟ بيجيله طبعا دايرية، يعني بيجيله اسهال فظيع جدا، وهو دايما بيريفير لي ان هو حاجة تانية، لان طبعا هي حاجة مش منتشرة، احنا لسه سامعين عنها قريب، فلسه مش فاهم. حتى لما بيجي حالات من الناس دي وبنبتدي نقول لهم احنا دلوقتي بناخد حاجات جلوتين فري، هي لسه مش موجوده في كل الاماكن. طب حضرتك يعني شخصتيها ازاي؟ يعني حطيتي ايدك عليها ازاي؟ برضه هو طبعا في الاول هو اكيد بيرفير ليها اكتر، الحالات اللي بتشوفها اكتر بتوع البطنه.
ليه بقى؟ لان هو دايما بيروح بيشتكي طبعا من الاسهال المستمر، بيخلي طبعا وزنه بينزل جدا، بيبتدي بعد كده خلاص من كتر ما هو انا بدخل التويلت كتير، فخلاص انا بقيت مش عايز اكل، من ما هو انا لسه بقى مش حاطط عيني ايه اللي عمل فيا كده، تمام، ولسه ما جاش لحد نيوتريشن علشان اوجهه بقى. لا انت ممكن تاكل عيش، بس هو العيش ومش ده بس على فكره، في ناس مثلا عندها اللبن اللي طلع دلوقتي جديد لاكتوز فري، طلع ليه؟ عشان ناس عندها حساسيه لاكتوز وما تعرفش. فعامه انا بس بقول ليه، انا مش عايزه ادخل في حته طبيه، انا عايزه بس اشجع الناس ان هي تعمل لايف ستايل، بس الاول بلاش لوحدك. ليه بقى؟ لازم متابعة لازم طبيعي. لازم طبعا تعمل التحليل، انت مش عارف انت عندك ايه، ممكن النظام اللي انا مثلا عملته ليكي حد شاف ان انت صحتك بقت احسن، جسمك خس، نزلتي من منطقة معينة، حتى لو انت بتعملي عندي اجهزة ومش يعني مش ملتزمة بالنظام الاكل جدا، بس النظام ده كان معمول ليكي انت لما جيتي قعدتي معايا وسألتك شوية اسئلة، زي مثلا هو انت اللايف ستايل بتاعك ايه، يعني هو نظام الاكل بتاعك، انا مثلا حد قاعد على مكتب، حد بشتغل على مكتب، زي حد بيشتغل بيتحرك زي مدرس، مستحيل. ده بيحتاج كميات معينة من الكارب، وده بيحتاج كميات معينة خالص من البروتين، كل واحد ليه نسب هو محتاجها لسنه ده وطوله ده. حضرتك بتسمعي شكوى عامة يعني، او شكوى ناس كتير بتقولها انا الحرق عندي ضعيف، الحرق عندي ضعيف، ده على طول. ايه اللي بيخلي حرق عند شخص اضعف من الشخص التاني؟ هو انا دايما بسألهم حاجة، هو طبعا اول ما بيدخل بيقول انا حرق ضعيف، بقول طب انت عرفت ازاي؟ يعني طب ما هو انا مثلا عشان اعرف ان حرقك ضعيف، اول حاجة بيقف على ميزان بيقيس معدل الحرق بتاعه. يعني في عندك ميزان بيوضح ده؟ في ميزان بيوضح ده، لما انا بقف وانت بتقفي بيبان، لو والله لو انت كلتي طبق المكرونه ده انت هتحرقي ربعه وانا هحرق نصه وحد تاني هيحرقه كله. بدليل ايه؟ شفتي الناس اللي بيشيلوا حاجات، مثلا بيشيلوا لنا الحاجات العمال دول بياكلوا نشويات بالنشويات، صح؟ دايما بياكلوا مثلا مكرونه بالعيش، طب ده وتلاقيه رفيع جدا. طب ازاي؟ هو طبيعه شغله محتاج حاجه كارب تديله باور، صح؟ فانت ازاي عرفت ان حرقك ضعيف؟ ما هو انا اكيد اللايف ستايل بتاعي غلط، واللايف ستايل طبعا بتاعي دوت يعني ايه، ممكن يكون مش ذنبه، ممكن يكون رتم الحياه بتاعنا اللي خلى ان انا على طول قاعد على المكتب، على طول بره البيت. فالناس بتفتكر ان حاجه صعبه قوي ان انا اكون بره البيت، وازاي هفضل محافظ على الاكل الصحي بتاعي. الاكل الصحي مش شرط ان هو يكون بيخس او بيتخن، يعني الاكل عامه اللي بينزل وزني، تمام، خالي من السكريات والدهنيات والكلام ده، او فيها صحيح. المصادر الطبيعي، ما هو مش لازم يكون زي ما قلت لك، هو الاكل بتاعك مصمم ليكي انت علشان كده تجيبي احسن نتيجه. ما هو ليه مش انت ساعات تشوفي حد مثلا مره واحده تحسيه خس النص في شهر مثلا؟ طب ازاي؟ هو كان الدايت ده يعني مبرمج ليه. مش كل الناس اللي عملت مثلا جهاز تجميد الدهون خست زي الناس اللي عملت جهاز الكافيتيشن مثلا بتاع التفتيت، مش زي كل الناس اللي عملت نظام الاي ام بتاع الماجنتيك. يعني حضرتك بقى اللي بتحددي لما يجيلك مريض، بتحددي انهي جهاز من دول اللي ينفعه اكتر، اللي يناسبه. في جهاز ممكن يبقى جاي يطلب جهاز معين تقولي لا ده ما يناسبش. كتير جدا كتير جدا بيجي حد تسمع مثلا من صاحبتها او زميلتها في الشغل، انت بطنك خست ازاي؟ تقول لها ده انا رحت والله عند الدكتوره وعملت كرايو. كرايو ده تجميد دهون بالتبريد. فتيجي تقول لها انا سمعت ان الجهاز دوت، هو طبعا بيجيب نتيجه مع ناس كتير جدا، بس هي حالتها تسمح بجهاز التجميد ده، تجميد دهون بالتبريد. يعني انا بجم، طب ده هيخسسني في ايه لما اجمدهم في مكان بس هم لسه موجودين ولا ايه؟ لا طبعا. هقول لك بقى دلوقتي، اي خليه في جسمنا تمام ليها درجه حراره عشان تفضل حيه، صح؟ أوكي. طب انت بقى دلوقتي نزلتي بيها 16 تحت الصفر، طبعا هي ليها يعني ليها تعدادات معينه. احنا بنحط طبعا الاول ممبرين كده بيمنع الفريزنج بتاع الجلد نفسه. طبعا هي بتستهدف الخليه بتاعه الدهون بس، يعني هي ملهاش دعوه بالجلد، ملهاش دعوه بالعضلات، ما بتاثرش على الكتله العضليه، ما بتنزلهاش. تستهدفها وطبعا خلاص هي بيكون كده خلاص يعني انتهت الحيويه بتاعتها، نتيجه لحظيه، نتيجه وقتيه، يعني خلاص انا بخرج من الجلسه. هي الجلسه ساعه خاسه بس مش خاسه 20 كيلو. تمام. بخس طبعا كل واحد افرج، عشان طبعا في ناس كتير جدا في الاعلانات يبتدوا يستخدموا انسان اخر،
كل الناس بتخس 4 سنتي، كل الناس بتخس كيلو، مستحيل. كل واحد ليه مجهود، كل واحد ليه حركة، كل واحد بيتحرك بطريقة سحر. معينة، كل واحد بياكل أكل معين، فيش حاجة اسمها كلنا كده. هو مفيش أي حاجة في الدنيا تقدر تقول إن التعداد بتاعها كده. هو أنا لو رحت حضرت درس إحنا الأربعة نستفاد زي بعض؟ لا مش لا طبعا مستحيل، مش فاهم حاجة خالص بالظبط كده. فلا أنت لازم تستخدم الجهاز المناسب ليك. إحنا طبعا عندنا أجهزة كتير جدا في العيادة، بس كل واحد حسب. واحد جاي عنده مشكلة في الوحدة مثلا ستريتش مارك، حد عنده مشكلة ترهلات، مش كل واحد هيستخدم نفس الجهاز. طب اكيد هنرجع اكيد في يعني تفاصيل اكتر عن المشاكل المختلفه وايه اجهزه المعينه اللي بتعالج المشاكل دي، فهم مختلفين ومتعددين. هنعرف بالتفصيل اكتر بعد الفاصل مع الدكتوره نهله. ولو في اي مشكله او سؤال بخصوص السمنه او النحافه او التغذيه شاركوا معنا وابعتوا لنا على الواتساب. انتم مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنكمل حياتك صح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه ضيفتنا الدكتوره نهله صلاح سيد خبيره التغذيه والسمنه والنحافه والتجميل الغير جراحي، وبنتكلم عن تفاصيل كتير. و في سؤال حضرتك جالنا كتير على الواتساب بخصوص انه الدايت، جارتي تعمل دايت تديني تبعت لي الورقه على الواتساب، اختي تعمل دايت، مامتي، اي شفته على الانترنت، شفته في برنامج، شفته فنانه عملته، مشاهير طول النهار على الانستجرام، بنقلد كل حاجه او حاجات كتير من اللي بيعملوها. ينفع اعمل انا دايت عملته فلانه؟ لا خالص. ما ينفعش. هي انسان وانا انسان، يعني فرق في ايه؟ هي هي انسان وانا انسان، بس هي الدايت اللي هي خدته مني مثلا او خدته من الدكتور بتاعها ده، بعد ما عملت تشيك معاه وعرف طبيعه وظيفتها، لان كل واحد حسب وظيفته حسب المجهود. يا ريت دي ما خدتوش من الدكتور، دي جربت مع نفسها نفع فبعتته لي. لا دي كده دي يا ريت مشكله كبيره دي. لا هو طبعا كل واحد يعني الطالب بيحتاج عناصر معينه مثلا في الاكل، غير لو حد بيشتغل على مكتب، غير لو حد شغلته طول اليوم برا مثلا زي اللي بيشتغل سيلز او حاجة. كل حد من دول هيحتاج اكل معين. تاني حاجة كل واحد ليه مواعيد، مش انا مثلا ممكن اكون بشتغل من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 3، فانا كده مثلا هفطر قبل ما هنزل وهتغدى في البيت، فخلاص انا كده مشكلتي محلولة. طب انا بقى لو انا بشتغل طول اليوم برا، لو انا طول اليوم برا، تاني حاجة لما هيكون بيتابع مع دكتور هيبقى في حافز ان هو يكمل، مش مثلا خلاص هي مشيت على الدايت بتاع جارتها فحست ان هي تعبت فوقفت، او جوزها قال لها وقفي، او عندها في البيت قالوا لها ما ينفعش تكملي الدايت، فكده هي ما كملتش الهدف بتاعها او ما كملتش الوزن المثالي بتاعها. يعني كل واحد بيبقى ليه مجهود معين بيحتاج له كمية اكل معينة، لان مش كلنا بناكل زي بعض، ومش كلنا. وفي بقى حاجه مهمه جدا، في ناس ما يعني ما يهمهاش قوي ان هي بتاكل ايه قد ما يهمها الكم. يعني في ناس عايزه تاكل كميه اكل كبيره، وفي ناس بتهتم بالعكس. لا عايزه يعني حاجه حلوه بس هاكل، مش عايزه حاجه حلوه دلوقتي، مش وممكن تبقى حاجه حلوه حاجه صغيره. اكليني بقى يعني ايه، اكليني الاكل اللي بحبه وانا اقدر اتحكم في الكميه. بالزبط. تمام. يعني انا خلاص انا بحب مثلا اكل الايتمز ديت كويس. احنا طبعا بنصمم له نظام غذائي في بيتزا. حسب كل في على فكره هو دلوقتي كمان بقى في بيتزا دايت، بس لو هياكل بيتزا عادي، عشان في ناس كتير قوي بتبقى خايفه تعمل دايت علشان لو هي خارجه مع اصحابها هتاكل ايه. طب انا الخروج بره، الاكل بره طوق مليان صوصات ومليان دهون وحاجات، يعني معظمه انا بختار ايه. ما هو كل واحد عينه بتشوف اللي هو عايز يعمله. صح ولا لا؟ فانا طبعا خلاص انا خارجه، انا بختار الاكل اللي انا هاكله بالكميات. وعلى فكره كل ده بيجي يعني اكتر بالتعود في الاول. يعني ايه؟ في نقطه بقى، لو حد نفسه يعمل دايت ومش عارف يبتدي، تمام، هو اول حاجه ان هو يعمل دايت او يغير حياته بتيجي بايه؟ بقرار ان انت مثلا شفتي ليكي صوره، ايه ده، هو ده انا. فانت قررت ان انت تخسي، صح، رحتي عند دكتور، ممكن تكون انت كنت محتاجه حاجه دوائيه. دي بقى نقطه تانية، ان ممكن يكون حد بيفشل يعني من الدايت من كتر ما هو جعان. الاحساس بالجوع عمره ما يخليه يكمل الرجيم، فهو محتاج ياخد دواء بتاع سد شهيه.
في أدوية كتير قوي زي ما هي غلط، في أدوية كتير قوي بقت دلوقتي صح وموجودة في الصيدلية وهتساعدني ان انا ما احسش ان انا جعان، وطالما انا خلاص ما بقتش جعان فانا هلتزم. ليه؟ لان انا اول ما بجوع خلاص هو دلوقتي انا جعان، بفقد الالتزام، هبط، تعبت، وقعت، اللي قدامي باكله، فلازم هاكل اي حاجه. فاول حاجه انت لازم تروح عند دكتور يكتب لك حاجه تسد الشهيه بتاعتك. ومش دايما الحاجات بتاعت سد الشهيه دي حاجه وحشه ولا في منها انواع وحشه تاني وفي منها انواع كويسه، الدكتور يكتبها. ومش بتاعه جيجي زي بتاعتي، لا، كل واحد ليه نوع معين يتناسب معاه ومع حالته الصحيه. انا طبعا خدت الدواء دوت خلاص، وده مش حاجه فظيعه، الدكتور اللي بيكتبه. لكن ليه لا الناس كلها اول ما حد هياخد دواء لا هو عادي، طب ما انت بتروح عند دكتور البطنه بيديني دواء صح ولا لا؟ حسب درجه السمنه عندي، ممكن يكون درجه السمنه عندي تسمح ان انا اعمل دايت بلان وبس. حد درجه السمنه عنده لازم يعمل دايت بلان وبياخد دواء علشان يزود له الحرقه او يسد الشهيه عنده. حد بيعمل جلسات موضعيه وما بياخدش كل ده عشان عنده سمنه موضعيه. فانا عندي سمنه موضعيه هفضل ما باكلش، طب وبعدين؟ ما انا لسه المشكله عندي هي هي، هخسي جسمي كله وهتفضل بطني موجوده، هخسي جسمي كله وهتفضل رجليا مضايقاني، هتفضل يعني ايدي مضايقاني. يعني لما نيجي نقول الرجيم هو سعرات حراريه، الرجيم هو الكيتو، الرجيم هو مش عارفه مثلا المشويات والمسلوق والحاجات دي، الكلام ده كلام عام لكن مش مع كل الناس. وفي بقى حاجه فظيعه جدا، اللي اول ما حد يدخل والله ما باكلش، ده انا بتخن من الهواء، ودي بتخن برضو حتى وصاحبتي طبعا بتخن جدا. ما انا خلاص طالما دخلت الجسم في ان انا اقعد فتره طويله، اصل انا بروح الشغل بنسى ان انا اكل، فين بقى والله يا دكتوره لغايه ما الدنيا عندي تهدى في الشغل كده لما اروح البيت اقوم واكله 10 11 بالليل مثلا. طبعا ده غير كمان 10 11. بصي بقى دي نقطه مهمه قوي، اللي هو هاكل امتى؟ اصل انا مثلا مواعيدي، في ناس كتير جدا بقى يعني مثلا في الشغل، طب انا ببقى في الشغل اصلا او بشتغل شيفت بالليل، رتم الحياه اتغير خالص، ما بقاش زي دلوقتي لازم افطر الساعه 9 الصبح واتغدى الساعه 5 واتعشى الساعه 9 او 10، طالما ما فيش اللي يخليني اعمل كده. طب لو انا طبيعه شغلي مخلياني بشتغل بالليل بس، او طبيعه شغلي ان بس طبيعه شغلي، ايه بقى الشرط الوحيد؟ ان انا باكل لازم يكون بعديها عندي حركه. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش اكل وافضل قاعد، او اكل وانام، ولا ينفع ان انا افضل اشتغل من غير ما اكل. هو كده فاكر انه بيقلل السعرات الحراريه اللي داخله جسمه، لا ده كده بيعمل كارثه. ما هو بس هو بيقلل فعلا السعرات الحراريه، لا هو مش بيقلل. هقول لك ليه بقى، بتعمل ازاي يا دكتور؟ احنا هقول لك على حاجه دلوقتي، الغذاء ده وقود الانسان صح ولا لا؟ صح. مش العربيه بتمشي ببنزين، بنزين، واحنا بنمشي باكل صح. احنا لازم بنمشي بالاكل، احنا مش بنمشي، مش بنتشحن كهرباء ولا بنمشي ببنزين، احنا بناكل. يبقى عندك باور لو هشحنونا كهرباء قدام، فاحنا لازم تاكلي. تقدري بقى ساعتها تكوني مركزه في الشغل اكتر، في اللي انت بتعمليه اكتر، هتكوني اهدى. ليه بقى؟ لان انت اول ما بتجوعي بتقلبي، بتبقي نيرفس جدا، بتقلبي كهرباء صح. عايزه اي حاجه بسرعه تلحقك، ان انت يبقى عندك بسرعه جدا جدا باور تكملي. تمام. فدي المشكله بقى دلوقتي. كل بالليل بس اتحرك كويس، ما تنامشي قبل ساعتين، يعني ده مينيمم. لكن انا بفضل قاعد طول اليوم اشتغل، واول ما اروح اكل وافضل قاعده على التلفزيون او قاعد على الموبايل. طب طبيعي الاكل ده هيروح فين؟ هيتحرق ازاي؟ مش هيتحرق. هيتحرق ازاي؟ حط له حاجه، لا يعني مجهود، مش لازم مجهود بدني، حتى لو منتلي، حتى لو انا قاعد بفكر لا انا لازم اكون باكل، اشتغل، اتحرك، احرقه، لكن اكل وعد. نصيحة أخيرة يا دكتورة عشان خلاص وقت الحلقة خلص للأسف، في إيجاز كده تقدري نلخص الموضوع، أو كلمة أخيرة مهمة تقوليها للمستمعين؟ أقول يا ريت أي حد نفسه يغير من اللايف ستايل بتاعه عامة، بعيدا عن السمنة، النحافة، إن هو بس هو في الأول يكون عايز، يعني هو الأول يكون عنده إرادة. أول ما يبقى عنده إرادة هو لوحده بيتجه لحد مختص، او الكلام ده جنرال، يعني هو عشان تبقى حياته احسن في كل حاجه، يروح لحد مختص يقوله على دايت بلان، يقوله على المشكله بتاعته بالظبط. الدكتور بيعرف يحل المشكله بتاعتك بسرعه جدا، وان انت يكون عندك صبر عشان انت ما تخنتش في شهر.
ولا في شهرين، انت قعدت تدخن في 3 سنين، فيا ريت بس تدينا 3 شهور بعد اذنك يعني. فانت لازم يبقى عندك صبر. انت تخنت في 3 سنين، فعلى الاقل هتخس في 3 شهور، مش مره واحده، عشان انت ما تخنتش مره واحده. بس بشكرك يا دكتوره على وجودك معانا وشرفتينا ونورتينا. كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه. بشكر الدكتوره نهله صلاح سعيد على وجودها معانا النهارده، واستفدنا معلوماتها بخصوص السمنه والنحافه والتجميل بدون جراحه. بشكركم على متابعتكم، بعيد عليكم جديد، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكل مولد نبوي وانتم بخير، ويعيدوا عليكم يعيد عليكم الايام بخير وبركه ويمن وفرحه وكل حاجه حلوه. وهسيبكم بقى مع اغنيه بمناسبه المولد النبوي الشريف. كنتم مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.